آمين. آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. سبحان الذي لا بد له. سبحان الواحد الأحد. آمين. سبحان خالق الصمد. آمين. سبحان رب السماوات والأرض. آمين. سبحان آمين. سبحان من خلق الخلق عددا. آمين. سبحان من قسم الرزق ولم ينس عهدا. آمين. سبحان الذي لم يلتق صائبة ولا ولدا. آمين. سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك. آمين. ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. ولك الحمد حمدا لا يزيد قائله إلا رضاك. آمين. ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. آمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. آمين. ولك الملك كله. آمين. ولك الخلق كله. آمين. وإليك يرجع الأمر كله. آمين. بيدك الخير كله. آمين. وإليك يرجع الأمر كله. آمين. وأسألك الخير كله. آمين. ونعوذ بك من شر كله. آمين. يا ربي يا ربي يا ربي. آمين. يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له. آمين. ولا وزير له. ويا خالق الشمس والقمر المنير. آمين. يا عصمة البائس الخائف المستجير. آمين. ويا رازق الطفل الصغير. آمين. ويا جابر العظم الكثير. آمين. أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المفتر الغريب. آمين. أسألك بمعاقيد العز من أسألك بمعاقيد العز من عرشك وبمفاتيح الرحمة من كتابك. آمين. وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قلب الشمس. آمين. أن تجعل القرآن العظيم ربي قلبي. آمين. وجلاء حزني. آمين. ربنا آتنا في الدنيا كذا وكذا. آمين. يا مونس كل وحيد. آمين. ويا صاحب كل فريق. آمين. ويا قريبا غير بعيد. آمين. ويا شارب غير غائب. آمين. ويا غالبا غير مغلوب. آمين. يا حي يا قيوم. آمين. يا ذا الجلال والإكرام. يا نور السماوات والأرض. يا زين السماوات والأرض. يا عماد السماوات والأرض. يا بديع السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام. يا صديق المستسرقين ومنتهى العائدين ومفلج عن المكروبين ومروض عن المغمومين. ويا كاشف المكروه يا إله العالمين. آمين. منزور بك كل حاجة. آمين. اللهم إنك خلاق عظيم. آمين. إنك سميع عليم. آمين. إنك غفور رحيم. آمين. إنك أنت البر الجواد الكريم. آمين. اللهم إنك تسمع كلامي. آمين. وترى مكاني. آمين. وتعلم سري وعلانيتي. لا يخفى عليك شيء من أمري. آمين. وأنا البائس الفقير. آمين. المستغيث المستجير. آمين. الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي. آمين. أسألك مسألة المسكين. آمين. وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. آمين. وعدوك دعاء الخائف الذليل. آمين. ودعاء من خضعت لك رقبته وقادت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. آمين. اللهم لا تجعلنا في دعائك شقيا. آمين. وكن لنا رؤوفا رحيما. آمين. يا خير المسؤولين. آمين. ويا خير المعطين. آمين. اللهم أشكو إليك ضعف قوتي. آمين. وقلة حيلتي. آمين. وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آمين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم بارك على محمد. آمين. وعلى آل محمد. آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد. آمين. كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم ترحم على محمد. آمين. وعلى آل محمد. آمين. كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم تحنن على محمد. آمين. وعلى آل محمد. آمين. كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آمين. إنك حميد مجيد. آمين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون. آمين. وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. آمين. وعلى آل سيدنا مولانا محمد. آمين. صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والعفاف وتغضينا بها جميع الحاجات. آمين. وتطهرنا بها من جميع السيئات. آمين. وترفعنا بها عندك على الدرجات. آمين. وتبلغنا بها أقصى الغايات. آمين. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتكفيرا
ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. آمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آمين. واعف عنا. آمين. واغفر لنا. آمين. وارحمنا. آمين. أنت مولانا. آمين. وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. آمين. إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا. آمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. آمين. ونجنا برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. آمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. يا فاطر السماوات والأرض. آمين. أنت ولي في الدنيا والآخرة. آمين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آمين. غير خزايا ولا ندامة ولا نفتوني. آمين. ربي إني مغلوب فانتصر. آمين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين الذين تابوا. آمين. واتبعوا سبيل وقهم عذاب الجحيم. آمين. ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. آمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا. آمين. ورزقا واسعا. آمين. وحلالا طيبا. آمين. وشفاء من كل داء. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. آمين. في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها. آمين. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين. فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. آمين. اللهم ألف بين قلوبنا. آمين. وأصلح ذات بيننا. آمين. واهدنا سبل السلام. آمين. ونجنا من الظلمات إلى النور. آمين. وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. آمين. وبارك لنا في أسماعنا. آمين. وأبصارنا. آمين. وقلوبنا. آمين. وأزواجنا. آمين. وذرياتنا. آمين. إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. آمين. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. آمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. آمين. سبحان الله رب العرش العظيم. آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. نسألك موجبات رحمتك. آمين. وعزائم مغفرتك. آمين. والغنيمة من كل بر. آمين. والسلامة من كل إثم. آمين. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا ضرا إلا كشفته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا ضالا إلا هديته. آمين. ولا حاجة هي لك إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. آمين. يا أكرم الأكرمين. آمين. إليك ربي فحببنا. آمين. وفي أنفسنا لك ربي فدللنا. آمين. وفي أعين الناس فعظمنا. آمين. ومن سيء الأخلاق فجنبنا. آمين. وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. آمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. آمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. آمين. وأكرمنا ولا تهنا. آمين. وأعطنا ولا تحرمنا. آمين. وآتنا ولا تنكر علينا. آمين. وأرضنا وارض عنا. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. آمين. في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها. آمين. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين. فإنك تعلم خائنة العين. آمين. وما تخفي الصدور. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت. آمين. وعافنا فيمن عافيت. آمين. وتولنا فيمن توليت. آمين. وبارك لنا فيما أعطيت. آمين. وقنا شر ما قضيت. آمين. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. آمين. إنه لا يذل من واليت. آمين. ولا يعز من عاديت. آمين. تبارك ربنا وتعاليت. آمين. نستغفرك ونتوب إليك. آمين. وصلى الله على النبي الكريم. آمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. آمين. والمسلمين والمسلمات.
الإيمان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم وحارب بين كلمتهم وزلزل أقدامهم واقض آثارهم واقض دابرهم واجعل كيدهم في تضليل وانصر بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا دعته الى الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما من الثوب الابيض من الدنس واغسلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم واعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اجرنا من النار. اللهم فك رقابتنا من النار. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب المسلمين على طاعتك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا حنان يا منان يا غفار يا غفار يا رحمن يا رحيم يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا كاشف المهمات. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا انك على كل شيء قدير. الله اكبر كبيرا الحمد لله حمدا كثيرا سبحان الله الهی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جماعتوں کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں. اے اللہ بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں جان کر انجان کر بے حد و بے شمار گناہ کیے ہیں. اے اللہ ہمیں معلوم ہے آپ کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے.
آپ اس کی مختلف
رنجیوں کو دور فرما دیجیے, آپ اس کی رنجشوں سے شیطان کے خوش ہونے سے حفاظت فرما دیجیے, آپ اس رنجشوں کو ختم فرما دیجیے, اتحاد اتفاق محبت نصیب فرما دیجیے, ہر بڑوں کو اپنے چھوٹوں پر شفقت کا اور ہر چھوٹوں کو اپنے بڑوں سے احترام کا معاملہ ادب کا معاملہ نصیب فرما دیجیے, اے اللہ رحم کرم کا معاملہ فرما دیجیے, اے اللہ ہمارے مساجد کو آباد فرما دیجیے, ہمارے مقاصد کو آباد آباد فرما دیجیے, مدارس اسلامیہ کو آباد فرما دیجیے, حاقہ و تبلیغ کی حفاظت فرما دیجیے, اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اور آپ کی بارگاہ میں مقبول ہے, آپ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے, اے اللہ اس کو شرم قبول کے سمارا اس کی حفاظت فرما دیجیے, اس کی ترقی کے فیصلے فرما دیجیے, کام کرنے والے مخلص پیدا فرما دیجیے, آپس میں اتحاد اتفاق پیدا فرما دیجیے, کام کرنے والوں میں اشاعت اور حفاظت دین کا جذبہ اور ولولہ پیدا فرما دیجیے, اے اللہ دین کے معاملے میں کسی چیز پر سودا کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے, اے اللہ دین کو غالب رکھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما دیجیے, اے اللہ ہمارے معاشرے میں کتنے ہمارے بھائی بہن, کتنے نوجوان بیٹے بیٹیاں, کتنے چھوٹے بچے اور بچیاں, اے اللہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے, اے اللہ بعض بیماری مہلک ہیں, جان لیوا ہے, اے اللہ علاج کراتے کراتے گھر والے آگے جا چکے ہیں, مرض زد ہو چکا ہے, اے اللہ نہ جانے کیسے کیسے زبان سے کفریہ الفاظ جاری ہوتے ہیں, ہر بیمار کو تمام چھوٹی بڑی بیماریوں سے شفایت تندرستی عطا فرما, اے اللہ ساحرین کے سہر سے بہت سارے تیرے بندے سہر میں سونے ٹکے میں بندش میں اور نہ جانے کیسی کیسی برائیوں میں مبتلا ہے, کیسی کیسی پریشانیوں میں مبتلا ہے, اے اللہ ساحرین کے سہر سے اقرار کے شرور سے ریشہ دوانوں کی ریشہ دوانی دوانی سے ٹونا ٹوٹکا کرنے والوں کی ٹونے ٹوٹکے سے بندش کرنے والوں کی بندش سے پوٹ مارنے والوں کی پوٹ سے پورے پوری پورے پورے حفاظت فرما, اے اللہ بہت ساری مودی بیماریاں ہیں, ظاہر ہے اللہ لا علاج ہے, لیکن آپ شافی حقیقی ہیں, ہر مودی بیماری سے ہر بیماروں کو شیطان شفا عطا فرما, کوئی ایڈس میں مبتلا ہے, کوئی کینسر میں مبتلا ہے, کوئی ٹائیفائڈ میں مبتلا ہے, کوئی نیمونیا اور کورونا میں مبتلا ہے, اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے تمام مریضوں کو جن کو آج تک آپ نے محدود رکھا, آئندہ جن کی پوری پوری حفاظت حفاظت کو اس کے حالات اور نصیب فرما, اور حالات سے حفاظت فرما, کا بہت بڑا طبقہ جس کے حرام میں مبتلا ہو چکا ہے, جس کے حرام میں مبتلا ہو چکا ہے, کاشتکار اور ملازم جس کے حرام میں مبتلا ہو چکا ہے, کریم آما ہر ایک کو جس کے حرام سے نجات عطا فرما, جس کے حلال کے دروازے عافیت کے ساتھ کھول دیجیے, اپنے اپنے مقام پر عافیت امن و سلامتی اس سہولت کے ساتھ جس کے حلال اور نیک نصیب فرما, امت میں بہت سارے بندے بندے بے گھر ہیں, پریشان حال ہیں, کی پریشانیوں کو دور فرما, ہر ایک کو اس نعمت سے مالا مال, جن کو آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی, اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائی, اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمائی, آپ کے ساتھ اس کی رہائی پیدا فرمائی, اللہ مسلمانوں کی جتنی مساجد ہیں, جتنے مقاصد ہیں, جتنے جامعات ہیں, جتنے دارالعلوم ہیں, جتنے اوقات المسلمین ہیں, جتنے مقابر ہیں, ہر ایک کی پورے پوری حفاظت فرمائی, مسلمان کو اس کے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اللہ اس کے آبادی کے لیے ہمیں قبول فرمائی, اللہ برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرمائی, اللہ ہمیں ہندوستان میں امن و سلامتی قائم فرمائی, آپس میں بھائی چارگی پیدا فرمائی, اللہ انسانیت کا احترام نصیب فرمائی, ہر ایک کو اپنا احترام اور اپنے بھائیوں کا احترام نصیب فرمائی, ایک دوسرے پر عائد ہونے والے حقوق کو پہچان کر ادا کرنے کا اہتمام نصیب فرمائی, اللہ امت حقوق کے دائرے پر پوری ہوئی ہے, امت حقوق کے دائرے پر اللہ کمزور اور سست واقع ہوئی ہے, اللہ دینے کا جذبہ عطا فرمائی, معاف کرنے کا جذبہ عطا فرمائی, اللہ ہم سب کو ذاتی اعمال سے بھی آراستہ فرمائی, ہمارے بے نمازوں کو نمازوں کا پابند بنائی, بے روزوں کو روزوں کا اہتمام نصیب فرمائی, زکات فرض ہے, زکات کی ادائیگی کی تو
فرما آمین. ہر حج پر جو ہے حج کی ادائیگی کی شکل اور صورت پیدا فرما آمین. جتنے فرائض اور واجبات ہیں اس کو ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما آمین. اے اللہ آپ کے بہت سارے بندے اے اللہ جو گناہ میں مبتلا ہے اے اللہ زینہ خوری عام ہے خوری عام ہے رشوت خوری عام ہے اے اللہ جھوٹ عام ہے اے اللہ بچوں کی تانا تشنی سے ستی ذکر حقارت عام ہے اے اللہ ان سارے برائیوں سے معاشرے کی حفاظت فرما سارے بندوں کی حفاظت فرما ہر خیر کو مقدر فرما سے حفاظت فرما ہمیں ہمارے قیامت بتانے والے نسلوں کو حقائق حق علوم نافعہ اعمال صالحہ اللہ کے فاضلہ سے مالا مال فرما ہمیں قیامت بتانے والی ہماری نسلوں کو عقائد باطلہ علوم فاضلہ اعمال قبیحہ اور عادات رذیلہ سے حفاظت فرما زندگی جب تک ہمیں آپ عطا فرمائے اسلام پر قائم رکھیے ہمیں پر قیامت کرنے والی نسل کو ایمان پر قائم رکھیے ہماری کوتاہی ہے ہماری کمزوری ہے دینی تربیت کا فقدان ہے ہماری بیٹیاں خیر کی طرف جا رہی ہے اسلام سے عراض کر رہی ہے اے اللہ ہماری حفاظت فرما مسلمان ایک ایک بچے اور بچی کی حفاظت فرما ایک ایک بہو بہن بیٹی کی حفاظت فرما ایک ایک فرد کی حفاظت فرما اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کلمہ کو آباد ہے ان کے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی دکان کی مکان کی ذریعہ معاش کی اور اس پر خاص طور پر اس کے ایمان کی حفاظت فرما اس کے ایمان کی حفاظت فرما اس کی عزت اور عصمت اور پاکدامنی کی حفاظت فرما جب تک ہمیں زندہ رکھے دین اسلام پر قائم رکھے جب وقت اجل آئے اس کا خاتمہ کی دولت سے مارا آمین زندگی گزارتے ہیں آمین. اللہ قبر کا کٹھا بڑا کٹھن ہے،
بزرگ ہے قبروں میں نزول پیدا کر سکے اللہ ہمارے قبروں کو اپنے فضل و کرم سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. آمین آمین. اے اللہ جو قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. آمین. اے اللہ حشر کے عذاب سے ہماری حفاظت. آمین آمین. اے اللہ میدان عمل پر اے اللہ ہمارے پرہیز والے پردے کو وہ زمین فرما. آمین. اے اللہ قرآن والے پردے کو ہلکا فرما. آمین. اے اللہ کوئی شراب سے آسانی سے گزرنا نصیب فرما. آمین. اے اللہ کوئی ایسا آمین. زندگی نصیب. آمین. اللہ تیری رضامندی والی زندگی نصیب.
آمین آمین ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت آمین آمین اے اللہ اے اللہ ہم نے یہ بات کا مسئلہ پڑھا ہے اس لیے کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ زندگی میں اس کی تیاری کی توفیق عطا آمین اے اللہ ہمارے جن ائمہ نے اے اللہ تراوی میں ہمیں قرآن کریم سنایا ہے اس لیے کہ پورے عالم میں جن ائمہ نے جاتی ہے اے اللہ ان کو جزا عطا آمین 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 اے خدا صحابہ تابعین تشلابی سلف خلف اے اللہ علی کو نشان نشان بہتر سے بہتر بدلا نصیب آمین آمین اے اللہ ہمارے دعا کو آمین اے اللہ اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے حضرات انبیاء و رسل علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ تابعین تشلابی اور محدثین مفسرین علماء استرا اولیاء کی ارسطہ کے قبول فرمائیں آمین آمین اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عليه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين ورحمة الله.